Ya Allah, 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 أمنا مما نخاف. يا الله, 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 اقبل الدعوات يا الله, يا الله, تكاكي دعوتنا يا الله, واقضي الحاجات, تكاكي حاجات حاجات دعوتنا يا الله. يا رب نظرة من نظراتك, رحمة من رحماتك, عطية من عطياتك, جود من جودك, كرم من كرمك, هبة من هباتك يا رب لنا وللحاضرين أجمعين. تب علينا توبة نصوحة, زكنا بها قلبا وجسما وقالبا وروحا. يا الله انظر إلينا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله اللهم أجرنا من النار. يا الله اللهم أجرنا من النار. يا الله اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا الله اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا الله اللهم أجرنا من النار. يا اللهم أجرنا من النار واسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان, خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاد ولا فتنة ولا حزان. برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله فكذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. اللهم إنا متوجهين إليك بنبي الرحمة, أن ترحمنا, أن تغفر لنا, أن تتوب علينا, أن تولانا, أن ترعانا, أن تكون لنا في جميع أوقاتنا وحركاتنا وسكناتنا بعين رحمتك الخاصة. بعين رحمتك الخاصة يا الله ترضى عنا رضا لا تعذبنا بعده أبدا حتى نلقاك وأنت راضي عنا. وقد قبلت اليسير منا يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئات. اغفر اللهم بجودك لنا يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. صلي اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.